على طريقة الراب وبهدف مقاومة الاحتلال والتعبير عن مشاكل الشباب الفلسطيني وهمومه، تمكن 4 شبان في الضفة الغربية من تجاوز العادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع المحلي، واستطاعوا فرض رؤيتهم في معالجة الكثير من القضايا بأدوات الفن الغربية. صدقا هو يعني هيب هوب فلسطيني مقاومة، صدقا انه عماله احنا بنختار هذه الطريقة، بنختار هذا الاسلوب، وبنختار هذا الفن لحتى نعبر ونوصل الصورة الفلسطينية والشارع الفلسطيني من وجهة نظرنا احنا كشباب. اسمع رسالة من حرمة وانت حر أبداً مدرعاً حر حتى طيرنا بعشبة فصل. الفرقة التي أطلق عليها الشبان لقب الثورة السوداء في إشارة لثورتهم على كل شيء، غنت للقدس واللاجئين والجدار بالإضافة للقضايا الاجتماعية، وهو ما اعتبره البعض استثمارا صحيحا للأدوات الحديثة لمواجهة التحديات. أنا بشوفه إشي مبدع وفكرة جديدة وشبابية، وليش لا؟ يعني العالم تغير، العالم بتطور، وفي طرق مختلفة توصل للعالم وتوصل أفكارك وللأودينس وللجمهور تاعك بأكثر من طريقة. وفيما كانت سخرية المجتمع حاضرة بقوة في بداية مشوار الفرقة في عام 2008، شكلت هذه الانطلاقة حافزا للشبان الذين يطمحون اليوم بأن يكونوا نجوما للراب على المستويين العربي والعالمي. إذن بأسلوب جديد وعلى طريقة الراب يحاول هؤلاء الشباب تغيير الواقع، واقع لطالما فرض عليهم تحديات كثيرة. للمؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال، فارس المالكي من الأراضي الفلسطينية.